زميلي السلام عليكم عزيزاتي أصدقائي، كي راكم دايرين متتبعي الكرام؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم ما كنتش غادي نسجل، حتى بديت كندير هانتوما كتشوفوه، ها هو لا كونفيتير ديالي ديجا راه واجد، غير بقى لي غير نطفي عليه واحد شوية وما كنتش غادي نسجل، ولكن فكرت في الحبيبات ديالي والأصدقاء أنهم هذا السوريز صعيب بزاف باش نحيدوا العظم. سي ديفيسيل بور دي نوايوتي لي سوريز، دونك موا جي اون تكنيك فاسيل اي سا فاسيليت لو ترافاي بور لي جون. عندي واحد التقنية بسيطة بغيت نوريها لكم باش تحيدوا العظم ديال السوريز، ساهلة وجد مريحة للمرأة أعزائي. ودابا غادي نوريكم الطريقة باش تحيدوا العظم ديال حب الملوك أو الكراز. Mes amis, je vais vous montrer une astuce pour dénoyauter les cerises. Bon, نبدا معاكم غناخدو السوريزه، وهي اسهل طريقه وكديروها بالزربه باش ما تقيلوش تنقيو، وانا دايره الليكات ها نتوما شفتو. العظم كيطيح في الوسط ديال المحقن، انا خديت هذا المحقن هذا اللي كنصفيو به الماء، كنديرو به الماء في القراعي و باش ما يسيلش مع جنب القرعه. هو هذا ديال البلاستيك، واي طايب بغيتو ديروها وساهله، كتجي طريقه سهله ورائعه وكتربحنا الوقت. ها نتوما بور غانيي دو طون فوالا. اللي ما عندوش لا ماشين، سي فو زافي با دو 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 ماشين بور دي نوايوتي، فو زوتيليزي سات استوس. اللي ما عندوش هذيك لاباراي، الآلة باش يحيد العظم، هانتوما شفتو طريقة سهلة وبسيطة، ولكن اللي كنوصيكم عليه هو أنكم تبروتيجيو تحميو اليدين ديالكم، لأن الكراز كيكحل اليدين، الأظافير كيكحل الأظافير. وهان هي هذه الطريقة وسهلة، وعاد كنزرب أنا ملي كتكون بزاف كنزرب أنا غير باش كنوريكم، راني غادية غير بشوية. المهم الأساس أنكم تحميو اليدين ديالكم بهذا الليكا، واللي ما عندوش معليش يدير الليمون الحمر. وهانتوما كنوريكم شتو العظام كيطيح بالداخل ديال هذا المحقن هذا لو تونواغ. انتم حبيباتي باش ندير لا كونفيتير، نقينا السوريز، حيدنا له العظم بالطريقه اللي وريتكم اللي سهله. معنا ما كنتش غنسجل، ديجا راه عندي الكونفيتير طايب، ها هو تبارك الله شتو كي جا. بغيت نعاود مع المتتبعين ديالي اللي دائما كيطلبوني باش ندير لهم وصفات. المهم عندي 2 كيلو ديال هنايا في هذه الكاميله، هذه عندي 2 كيلو ديال السوريز، درت فيها تقريبا كيلو ونص ديال السكر، ولكن كنعاود نقول لكم السكر عينكم ميزانكم. المهم باش يجيكم الكونفيتير زوين، هاني درتو شويه المجهد، غادي ندير شويه العافيه تكون شويه مجهده في الاول، كي طلع فيه الغليه غادي نقصلو نخلي العافيه متوسطه، ومن بعد نخليه تيطيب وغادي نطحنو ونعاود نردو يطيب، وديك الساعه غندير له عافيه مهيله ونخليه يطيب مع التحراك 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 حتى غيجي غزال غزال. المهم غادي نخليه شويه يغلى ونرجع معكم. احبائي ها نتوما كتشوفون بعد ما طحنت مربى او الكونفيتير ديال حب الملوك او الكراز، ها نتوما عمرته في القراعي ودوست ندير عمليه تعقيم، هاني عمرته في هاد لي بوكو هادو في هاد القراعي، ودرت في قاع الطنجره درت واحد الثوب، هانتوما الا كتشوفوه راه ما كيبانش مع الماء، وعمرتها بالماء ودرتهم حتى وصلت للغليان وطفيت عليهم، وغادي نخليهم يبردوا، غادي نحطهم نقلبهم على المغلقه ونخليهم حتى يبردوا، ومن بعدها نتوما احتفظوا بلا كونفيتير المربى ديالكم حتى لمده عام. هانتوما كتشوفوا حبيباتي لا كونفيتير مربى حب الملوك او الكرز، هانتوما شفتوا كي داير كي جاني، ها نتوما شفتوه تبارك الله. وخليت لكم هادو اكسبري باش نوريهم لكم، هاد الجذور اللي كنزيد نكرر لتاني مره ما ترميهمش، راهم مفيدين جدا للصحه ديال بنادم. طيبوهم في الماء، تخليهم تيبسوا في الظل، ومن بعد ما تنطفوهم
وديروا تقريبا يطرود الماء، ديروا فيه 4 المعالق، قياس ديال 4 المعالق ديال هاد الجذور ديال حب الملو او الكرز او سوغيز، ديروهم يطبخوا فيه لمدة 10 دقائق وتشربوهم. راهم جد 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 مهمين للصحة ديال بنادم، للمسالك ديال الكيلي والكيلي والسيرة، مزيانين مزيانين، كيصفيو الكيلي، ومساعدين للنساء اللي كيتبعوا الحميات وباش يضعفوا وينقصوا من الوزن. هادو راهم جد مهمين، كيهبطوا الشحمة من البطن. ونقول لكم ها انتوما شوفوا لا كونفيتير ديالي كي جا، ها شفتوا القوام ديالو تبارك الله غزال، لان كاين ها غير خليو الطريقه اللي قلت لكم انكم تطيبوه وتطيبوه هكاك ملي تحيدوا له النوا ديالو، وتخليوه حتى يطيب مزيان، وطحنوه وتردوه ديك الساعه تردوه على النار، نار مهيله بزاف، وخليوه يطبخ وينقص من الماء باش يبقى هكا قاصح، لانه كاين بزاف الناس ما كيصدق لهمش، كيجيهم جاري بزاف. ولهذا كنصحكم انكم ديروا هذه الطريقه هذه، وما تنسونيش تلايكيو لي بكثره، والناس الجدد يدخلوا في الاشتراك يشتركوا ويدعموا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد. وإلا عندكم شي استفسارات ولا شي نصائح ليا، ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات، ونقول لكم نخليكم على خير، وكنبغيكم بزاف بزاف، وتهلاو لي فراسكم.